من إخلاص العبادة لله ومن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. لا إله إلا الله، لا نافع ولا ضار ولا مالك ولا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. يا إخواننا حفظكم الله، أن ترجعوا إلى بلدانكم وأنتم والحمد لله عندكم من التوكل على الله ومن إخلاص العبادة لله ومن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. لا إله إلا الله، لا نافع ولا ضار ولا مالك ولا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. أما إخواننا عباد الله فهم مثلنا، وإن كان أحدهم قد قرب من الخير ومن أسباب سعادته ما قرب فهذا لا ينفعنا، بل ما قربه له ما يريد انتفاعه بنفسه، ما يريد أن يفرق ما قدمه على غيره، إن قبل كذلك إرادة تفريقه. لكن أنت يا عبد الله حينما تعمل من العمل الصالح ما يمكن أن يكون سببا في أسباب سعادتك وفي أسباب لطف الله بك حينما تنتقل إلى حياة أخرى لا ينفعك فيها إلا ما عملته في حياتك الدنيا. فالحياة الدنيا يا إخواني مزرعة، علينا أن نزرع ما نحصده ونسعد بثماره في الحياة الآخرة.